بدافع من رسالتها الإنسانية والثقافية، دار الأوبرا السلطانية احتفت بمشاركة أكثر من 150 شخص من المشاركين الممثلين لأكثر من 17 دولة عربية، وفود كانت مشاركة في الملتقى العربي للمكفوفين، وقد تعرفوا فيها على مرافق الدار من عن طريق معرفتهم بالجانب المعماري والفني والصوتي. خرج الجميع بانطباع جميل كتعزيز لإثراء الفكر والاحتفاء بالتراث الإنساني والمعرفة بشكل عام، فكنا سعيدين بدائرة التعليم والتواصل المجتمعي بتكريم هذه الوفود التي تعبر عن طليعة المجتمع وحب المجتمع في المعرفة والتواصل مع الفنون. ونشكر جمعية المكفوفين بالسلطنة بأقسامها وفروعها الثلاثة للمشاركة وعلى احتضانهم لهذا الملتقى العربي للمكفوفين.